فبتتواصل اليوم باستاد القاهره تدريبات الحكام وخضوعهم لدورات تدريبيه بمعرفه مندوب من فيفا لتطبيق تقنيه الفيديو في الدوري المصري، حيث سيحصل الحكام المشاركين على رخصه دوليه لتطبيق الفار بعدما قررت اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره مشاركه 54 حكم في تدريبات تقنيه الفيديو. بيحاول مسؤولو اللجنه ان هم يكثفوا من تدريبات الحكام والدوره التدريبيه ليهم من اجل سرعه تجهيزهم وتطبيق تقنيه الفيديو مع انطلاقه الدور الثاني من الدوري. كمان كشف مسؤولو لجنه الحكام بالجبليه عن ان الدورات مستمره لمده شهر، 4 أسابيع جايه هيكون فيها الدورات دي، وانه مش هيكون في تعارض ما بينها وما بين اداره مباريات الدوري العام المقامه في التوقيت الحالي. كمان اوضح مسؤولو اتحاد الكره ان تكلفه تطبيق الفار في الدوري المصري هتصل لمليون يورو في الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصري تقريبا، بواقع 3000 يورو في المباراه الواحده. يعني دي كلها ارقام كده استيميتد، يعني فيما يعني يقارب، لسه اكيد الارقام الرسميه هتكون بتظهر بالفعل مع تطبيق التقنيه، وده طبعا في حال استجار الاجهزه وليس شرائها. من المقرر كمان ان تشهد الساعات اللي جايه توقيع العقود بشكل رسمي ما بين اتحاد الكوره والشركه الاسبانيه بعد اتمام الاتفاق على كافه البنود، وابرزها ان يستمر العقد لمده 3.5 سنين واختيار اتحاد الكوره سبيل التاجير التمويلي ينتهي بالبيع، واللي بيضمن ان هيكون في استمراريه والاصول لملكيه اتحاد الكره في نهايه مده التنفيذ اللي هو بعد 3.5 سنين، علشان يكون المشروع كله وباصوله وبكل ما انفق عليه ملكا خاصا لاتحاد الكره المصري، مما يعظم الاصول الثابته للاتحاد، وباكيد بياكد ان الكره المصريه هتكون فيها نقله نوعيه تاريخيه وبتضمن حقيقه الارتقاء بيها. اكيد تطبيق تقنيه الفار بيزيد من قيمه الدوري المصري بشكل كبير، ان احنا نكون بنتشابه مع الدوريات الاوروبيه، وبعد مده قصيره من تطبيق تقنيه الفار حتى لو هي بقاله اكتر من سنه طبعا موجود في اوروبا، ولكن ان احنا نقدر سريعا نوفر تقنيه الفيديو في الدوري المصري بالتكلفة الكبيرة جدا، حتى لو بدأنا على سبيل إيجار الأجهزة، ولكن إحنا عارفين إن إحنا بعد 3.5 سنين هيكون معانا خلاص تقنية الفار ثابتة، أيا كان مين بقى مجلس إدارة اتحاد الكرة، أيا كان مين الأندية اللي بتشارك، مهما كان هيكون معانا تقنية الفيديو بتطبق في الدوري المصري. أعتقد مكسب كبير جدا لقيمة الدوري المصري في أعين كل العالم، فإن شاء الله نقدر نشوف دوت بداية من الدور الثاني. بيأكده الكابتن محمد فضل، بيأكده الأستاذ عمرو الجنايني، إن شاء الله مع انطلاقة الدور الثاني هنشوف تقنية الفار بتطبق، وبنأمل أكيد إن الارتقاء بمستوى التحكيم بتطبيق تقنية الفار يكون كمان في على نفس النهج كده تطور برضو في مستوى الحكام عندنا في الدوري المصري. وأعتقد إن الدورات التدريبية ديت مهمة جدا، كمان هتزيد من طموحاتهم إن احنا نكون عندنا في الدوري المصري تقنية فيديو نشوفها بتطبق، فبالتالي أعتقد إن دي كمان هتدي فرصة للحكام المصريين يكون ليهم دور في الماتشات المهمة اللي في القارة الإفريقية كحكام أساسيين، لأن تطبيق تقنية الفيديو موجود اكيد، ولكن في حكام افريقيا في كم حكم بالاسم احنا اللي بنشوفهم بيحكموا البطولات والماتشات المهمه، ولكن لما يكون عندنا مصريين قادرين على التعامل مع تقنيه الفيديو اللي بتكون بتطبق في البطولات الكبيره داخل القاره السمراء، ده بيزيد من فرص كمان حكامنا المصريين اللي يتم الاعتماد عليهم في مثل هذه المباريات. وشايفين قد ايه الحكام المصريين بره الضغوط لما بيكونوا بيحكموا ماتشات في البطوله العربيه او في بطولات افريقيه ادائهم بيكون جيد جدا جدا، ولكن بيبقى اكيد للمنافسه داخل الدوري المحلي من ضغط مجالس إدارة، من ضغط جماهير والسوشيال ميديا بيأثر بعض الشيء على أدائهم، فإن شاء الله كمان حكامنا يكونوا موفقين في هذا الملف.